افتح ب20 ريال غالي. ارخيص المسبعوش اللي غالي، تقعدين ساعتين فيه. اوه مره حلو ساعتين، بس لازم تاخذون الحيطه والحذر لا تخرقون. طيب كبير المسبح؟ لا لا مو كبير، بس انتم كم عددكم؟ حنا 4. اوه يوسعكم يوسعكم، تعالوا يلا. اصبر اصبر، خلونا حاسب اشوف كم ممكن تنصبون علي. يلا اي والله انها 20 20. يلا 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 الحين المسبح، بس دقيقه ساعتين. اسمع بدون حوسه ولا حد يخبص بالماء. طيب خلاص طيب، انتوا قلتوا 4، كيف 5؟ حلو 6. زدتم 2، يلا اعطوني 10 ثانيه. ها باقي لنا 10 ثانيه، خلاص بكره اجيبها لك ان شاء الله. يلا اسمع اسمع، بكرة جيبون 10. خلاص يلا يلا، خلونا ندخل ذي الصغيرة. يلا دخلنا. اهم شيء لا تقعدون تزعجونا. شلون نزعجك؟ يعني ما تغرقون بعض ولا تنطون على ذي. لا اعوذ بالله. اجل يلا انا بروح، انتبهوا لانفسكم. طيب طيب طيب، فازت البنت. لا ما فازت. وش يا حبيبي، ممنوع زي كذا، البنت خرقت صغيرة. البنت الكبيرة ما تخرق. يا رجال اسكت شكلك مشاغب، نقص نقص الماء نقص. الحين انا بقمص مدينة. هذا وين رايح؟ انا بقمص. لا تقمص يا ولد. الحين كلكم تطلعون، انتوا خالفتوا القوانين. رجع فلوسنا. فلوسكم ما ترجع، انتم خالفتم القوانين. لا تخرب المدرسه. لا 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 احسن تستاهلون، اي واحد يخالف قوانين يتعاقب. اسمعوا يا اخوات الصغار، احنا لازم نبيع وناخذ فلوس طيب، عشان نقدر نعيش، عشان نقدر نجيب اكل ونستانس. طيب طيب يا عماد، يلا يلا امشوا معاي. البقاله متجوله، بقاله متجوله، بقاله متجوله، بقاله متجوله، بقاله متجوله. ها بقاله متجول، يلا مشينا. يلا يلا, يلا, يلا. ما في عماد احد الا ان شاء الله انهم يجون. يلا بائع متجول، بائع متجول. ايش السالفة؟ وقف وقف واصبر اصبر، الحسبة بالجوال، تعطوني كل واحد تعطيني 10 ريال. 10 ريال؟ انا حسبت ببلاش. لا يا شيخ، يعني انا شريف ببلاش؟ معك فلوس الياس؟ اي معايا ليلى. لا ما معي الا حقي 5 ريال. ها الياس تكفى، الفلوس كلها عشان نشرب في شراوات وللعب ونستانس. يا حبيبتي مو على كيفكم، بكم هذا؟ اي واحد؟ يا ولد هذا ب5 ريال. انا معي 5. خمسات معاك كثير، عطني تكفى. انا ماني معطيك، روحي يلا. ساتر وش تبي شيء ثاني بعد؟ المانجا بكم؟ المانجا لا لا ب10 ب10. يلا عطني المانجا. باقي 5 اعطيهم. يا حطني يلا يلا. تكفى يلا يلا خذ خذ. مالي دخل، عاد هذا اخوكم الكبير تفاهمون وياه. هذا مو اخونا الكبير، انا اكبر منه. اقول بكمل في الشهر الثاني للخضار. الخضار ب5 ب5 بعد. يلا عطني الخضار امسك. يلا يلا خذ خذ. الياس عطنا، تعالوا كولي معايا. كملوا. ضحك علي، الواحد المفروض ب10 مو ب5. اقول انت بعت لي، مع السلامه بس. والله ضحك علينا يا اختي. ها انتم موجودين هنا؟ ايه وش فيه؟ شكله ناوي شر. ايه الحين بلعب، الحين اخرب لكم الصاله واخليكم تنظفونها انتم. الحين ما في خدامه. عيب عليك، لا تسوي كذا، مو شغلك انت، ما كنت دخل. الحين بخرب البيت. ليلى شوفيه.
نشوف مين أقوى. خلوه الله يهديه. نخليه يخرب الصالة؟ طبعا لا يا ليلى. أقول أسكتن بسرعة على كلمة. هذه سوات البزر. واخروا عني. يا رجلي ساعدوني. أحسن ليش صار فيك؟ لكون رجلة صار فيها شيء. أقول تعال ساعدني. لكون عني شيء. تعال ساعدني بسرعة. عييت أقوم. يا رجلي. تعالوا ساعدوني. يلا يا رجلي. أبجيب الشاش. يلا ايش فيك على اخوي؟ انت اختبعت. انا ما
مسدسات مائية، واللي يفوز له جائزة. ما عندك سالفة، تشوف مين اللي يفوز. لا يمكن يفوزون. أنا ما عليك، أنا عندك. بروح أجيب المسدسات وأوزع لكم، خلوكم هنا. يا روحي، والله ما يفوزون علينا العيال. ما تقدرين تفوزين علينا حنا. تشوف تشوف، يلا خذوا الحين أفوز عليكم. ما تقدرون. يلا يميني. يلا يا الحين أول أنا. ما راح تفوزون الحين. شوفي بروح أعبي موية. أنا بروح أعبي موية. يمكن يفوزون، أبروح أعبي موية. عبيت موية، الحين أفوز على البنات. الحين عبينا موية، نبي نحزم الأولاد. الحين أفوز عليكم. الحين أفوز عليكم. أفوز عليكم. أنا أفوز عليكم. أنا أفوز عليكم. أنا أفوز عليكم. تبوا لا تروحون مكان ثاني. طيب طيب يا عماد، يلا مشينا نروح للبقالة. سمعك يا ميمي، نروح للعمارة. يلا يلا يا الياس. يما تخوف، يلا ندخل بسرعة. تعرف من المسامير يا ميمي. يلا يلا الياس. بعدين هذا المكان مخيف. شوف الياس، البنت هذه تبكي. مدرسية ليه؟ يا عماد لازم نعطيها، هي تدرس بس ما عندها أغراض مدرسة. اي يا عماد حرام يا أخوي. بعدين الأغراض هذه حقاتي أنا أعطيها. كفو عليك، أجل يلا يمين مشينا. طيب يا عماد بأخذ الأغراض. حطي لها البسكوت. اي صح عليك، بحط لها البسكوت. هذه فسحة. طيب أكيد يا عماد. أجل يلا مشينا مشينا. أنا أنتظركم هنا. طيب يا ياسين. يلا وين البنت انت يا ميمي؟ بسرعه وينها؟ هنا هنا يا عماد، هذه هي. الحمد لله جو. الحين انا بروح معاهم بالبيت معهم، عشان هذا المكان مره مخيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بنت ترى المكان ذا ما يصلح لك، بعدين انت ايش جابك هنا؟ انا كني طفشان وكني غنيه مره، بعدين كنا انا صدمت ابوي بالسياره، وبعدين صرت فقيره. كيف؟ طيب يا بنت تعال، الله يهديك، هذا المكان ما يصلح ترى. تعال عندنا في البيت احنا، وانت بتصيرين اختنا. طيب ايه طيب طيب. صراحه يا ميمي انا مشتهيه ايس كريم. ابد، انا عندي الايس كريم بالثلاجه. والله روحي جيبي. يلا 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 مشينا. كل شيء متوفر عند البنات. شوف وين ايس كريمك يا ميمي. هذا هو بالثلاجة. يوت هاري جيتي معنا. ايه ايه باخذ هذا. وانا باخذ هذا. أكشن. وانا باخذ هذا. عطوني. ابشري. يلا 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 خذي. شكرا. انا اخذت هذا. يلا مشينا يا ميمي. يا كثر ايس كريماتهم.
شوفي شوفي الأولاد ذيلو ما عندهم آيس كريمات. ها خلني أخذ آيس كريمات بالثلاجة. لا لا حرام. إلا بروح بأخذهم. لا حرام عليك. هذا وين رايح يا ليلى؟ ما أدري. سويتها. أقول معلك منهم. واو فشار. ميمي جات هنا تبغين فشار؟ أعطيني كله يا ليلى. ناكل أنا وياك يا ميمي. لا يا ليلى أنا أبغى لحالي. لا يا ميمي غلط. ما شاء الله ليلى جايبة فشار. إياك تاكل معاي؟ إيه ليلى باكل معاك. تعال. يلا يلا. ليش ياكل معاك؟ انا ابغى كل شيء لي. هذه مشفوحة. معناك من غنى ناكل الجميع. يلا يا الياس. يلا يا ليلى يلا. يا اختي حقي. لا مو حقك. ليلى الشريطه. يا ليلى خذيه. جيبيه يا ميمي. ما راح اجيبه. الله فشار. معك فشار حطين يا عاشة. هذه ايش فيها؟ كل شيء تبغى تاخذه. شكل هذه مشفوحة. لا تلكلنا. لا أنا أكل الحالي. وش المشفوحة؟ لا يا ميمي غلط عليك. لا لا ما تلكلنا. لا أنا على كيفي بأخذ الأغراض. يلا عاشة جيبي جيبي. أعطيني حدي. ليلى لازم نسوي خطة. وشي؟ يا ليلى لازم ناخذ كلنا. تعالي يا ليلى. يلا أحلى شيء أحسن. أعطيني حقي وعطيني حق عائشة. لا يا حبيبتي ما راح أعطيكم. أقول لا تأكلين حقنا بناخذه. أعطيني حدي. خلينا ناكل الجميع. أنت كذا مشفوحة. ما راح أعطيكم. جيب يا الياس وليلى. احترمي نفسك واجلسي مكانك. اسمعي الكلام ولا كولي معنا. صح تبغين تكلين معنا كولي. أنا أبغى لحالي يعني. ولا تنفت. أنت سكتي يا بزر. أقول لك بدين تكي على أختي نمسكي. ما عليك منها يا الياس مشينا. أنا أخذ منكم غصب. لا تسكت ولا شيء. واو شكلي بفتح مشغل كفيرة. يا الله لازم أتصل على الكفيرة تسوي شعري. وش في شعرك يا ليلى؟ ما في شيء. أنت لا تكلم اسكت. وأنا بسوي شعري. ما في شيء شعرك. بس ستي. أبدق على الكفيرة. ألو؟ وش اسمك يا الكفيرة؟ اسمي ميمي. أنتي إيش اسمك؟ أنا اسمي ليلى يا ميمي. أنا أبغاك تسوين شعري. أهلين ليلى. أرسلي لي الموقع. أبشري يا كفيرة الحين أرسل لك الموقع. يلا برسل لها هذا الموقع. البنات مش شعورهم. استشورهم ما يمشطهم. كل واحد يا ليلى. أنا الحين بروح الليلة أسوي شعرها. ربي تأخرت الكفيرة. جت جت الكفيرة. راح افتح لها. يلا يلا. مش تبغين الكفيرة؟ ليلى طالبتني. طيب ادخلي الكفيرة. شو اسمك يا ولد؟ مو شغلك. هذه نفسية. أهلين يا الكفيرة. صديقين أدواتي جديدة. والله؟ إيه تعالي نفتحها سوا. يلا يلا. يلا يا ليلى. أجي أساعدكم. هذه أغراض بنات يا ولد. طيب. واو يو يبغالها صراحة
علينا. لا تسكت ولا شيء. ليه تضربين أخوي؟ كذا أخوك أزعجنا أخوك. هذا معناته سالفة يا ليلى، طرديها. عليك منا، خلينا نشوف شعرك. يلا يلا بسرعة سويه عشان أنا عندي علومة. وحتى ما بسوي شعري. بنات صغار ما سوي أنا. بكت أختي. وش أسوي والله؟ وش فيك يا عائشة؟ هذا وش فيها تبكي؟ خلاص خلصت؟ هذا وشو؟ هذا كرت، لو تبغيني خذي، لو تبغيني تكلميني أجي. والله حلو شعري مرة صار. هذه من وين شريتيها؟ من حقات الكفارة. واو يلا باي باي. ما سويت شيء، شعرها من زمان هذا. ايش رايك بشعري يا الياس؟ ها بس فكت المقاطات. انت غيران اصلا. بكم سويتي يا ليلى؟ 200 ريال. بس مشطة. اقول توكل على الله، مش ما مشطة، تشورتها. اقول يلا مع السلامة، راحت فلوسكي. هذا 15، ما تفهمين؟ طيب اعطيكي 15. لا اعطيه 50. ها انت قلتي ب 15، ليه تزيد تقلبين 50؟ بقالة بقالة. ابي فشار. طيب تعالي، اي فشار تبي؟ طيب اجيب بعدين الفلوس. ايه خلاص يلا اختار. ابي هذا. هذا ب 15. طيب ارجحنا. اوكي. تبغاني اخليه رخيص؟ ايه ما اقدر والله. يلا باي. ليش تخلينا رخيص؟ شكلي ما معاه فلوس. ها اخواتي وانا معي فلوس، ليه ما عطاني؟ قالت ميمي وليلى. طيب بكم هذا؟ هذا ب20. بكم ب20 هذا؟ انت قبل شوي جيت معانا بالسياره. لا هذا ب20. انت بعت للولد ب15. انت تدخل فينا؟ طيب السعر واحد. انت ما تفهم. انت حطيتها ب5 ريال، ليه تعطيني الولد ب5 ريال؟ ما اعطيته 5 ريال، اعطيته ب15 ريال. 5 ريال هو. لا تبغاه ولا لا؟ الله ابغاه. هذا ب15، ما تفهم. طيب اعطيكي 15. لا اعطيه 50. ها انت قلتي ب15، ليه تزيد تقلبينها 50؟ عادي 50 و15. أنا عطاني 50 و15. لا يا حبيبتي أعطيتك الولد 15 ريال. لما عطاني 15 عطاني 50 و5 و15 يعني تكلين. لا تكذبين، لا تكذبين. الولد أخذ 15 ريال. لا 15. طلعت أنت تبغى فلوس؟ تبغى هذا؟ إيه فلوس. كم؟ ها ب60. ها ب60. ها إيه ليلى نايمة، لا أحد يزعجها فوق. تراها تعبانة وراسها يوجعها. الياس عندي خطة. وش الخطة يا ميمي؟ بنزعج ليلى. لا تزعجونها، لا أحد يجيها، ما تفهمون أنتم. أوكي أوكي. يلا نمشي يا ميمي. يلا يلا يا الياس. وين رايحين؟ بنروح فوق النار. أيوة. بينامون المغرب. والله ما أدري إذا بيصدق. حول ولا قوة إلا بالله، وش فيهم؟ أنا قايلك بيزعجونها. أنا ما راح أنام فوق، بنام برا. وين برا؟ أنا بنام بالحوش. الياس ميمي، وش سويتوا في ليلى؟ أنا ما سويت شيء يا عماد، أنت سويتي شيء يا ميمي. لا يا عماد ما سويت شيء. هذه وش فيها ليلى معصبة طيب؟
أكيد مسوين شيء. أنا بنام في الحوش. صفقنا كلنا. والله انك صادق. يلا مشينا. ها راح احسن الحين بنام على راحتي.